السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، ونناقش فيها اليوم المجازر التي يواصل الاحتلال ارتكابها رغم الحديث عن صفقة محتملة لإيقاف إطلاق النار والصراع الدائر في مجلس الحرب الصهيوني حول هذا المخطط، في وقت يؤكد فيه الفلسطينيون تمسكهم بإطلاق نار أو بوقف إطلاق نار كامل وفق شروط مسبقة، كذلك يؤكدون رفضهم لإقامة المنطقة العازلة. مشاهدينا، في هذه التغطية سيكون معنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ سامر عوض، وكذلك سيكون معنا من القدس الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور خليل العسلي، وكذلك من بيروت علي هويدي مدير عام الهيئة 2302 للدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين. فاصل ونبدأ التغطية. أهلا بكم من جديد. نحو 120 يوما، 4 أشهر من الحرب المتواصلة ضد البشر والحجر والشجر في قطاع غزة، هذه الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الصهيوني مدججة بشتى أشكال وأنواع الأسلحة ضد شعب أعزل. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن الأستاذ سامر عوض معنا من إسطنبول عبر سكايب، وهو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أبدأ معك أستاذ سامر، يعني في بيان مشترك صدر قبل قليل، 800 مسؤول غربي يرون أن سياسات حكومات بلدانهم تجاه غزة قد تكون بمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي، ما الذي يعنيه هذا؟ أستاذ سامر، هل تسمعني جيدا؟ لكننا لا نسمعك بطبيعة الحال. يسعدنا وجودك معنا، وسنعمل على التواصل معك بشكل أفضل بعد قليل. إذن دعني أعيد عليك ذات الطرح أستاذ علي هويدي المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، ضيفي عبر الهاتف من بيروت. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن البيان المشترك الذي صدر قبل قليل وفيه 800 مسؤول غربي يرون أن سياسات حكومات بلدانهم تجاه غزة قد تكون بمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي، ما الذي ينبغي أن يترتب على مثل هذه التصريحات؟ ماذا تعني؟ يعني أنا أعتقد هذا في سياق عملية الضغط على صانع القرار في تلك الدول، وهذا طبعا هذا مؤشر إيجابي ومؤشر جيد، ونحن بحاجة إلى المزيد من الحراكات المختلفة على مختلف دول العالم لتشكيل بالفعل رأي عام ضغط على حكومات تلك الدول للقيام بتغيير سياساتها تجاه هذا الكيان الصهيوني الغاصب، والذي تدعمه سواء على مستوى الدعم بالسلاح او الدعم بالمواقف السياسيه والدبلوماسيه. وربما يعني اكثر شاهد على هذا التواطؤ هو يعني 18 دوله اللي اوقفت مساهماتها الماليه لوكاله الأونروا. هذه طبعا الدول يعني تجاوزت وخالفت كل شيء متعلق في المعايير والقيم الإنسانية التي حتى تتحدث عنها تلك الدول، وبالتالي هذا الحراك على مستوى السياسيين هذا أنا أعتقد بأنه واحدة من النقاط الجوهرية والأساسية التي نراكم نحن كمتابعين في سياق الضغط على صانع القرار هذا. ونحن نلاحظ يعني بشكل يومي هناك حراكات على مستوى شعوب العالم الغربي، وهذا طبعا مهم جدا لتوصيل الرسالة بأن الشعوب في واد وأن صانع القرار في واد آخر.
اساسا هذا الذي يجري الان من عمليه اباده جماعيه تمارس على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه يقودها الاحتلال الصهيوني، هذا يمثل وصمه عار في جبين تلك الدول التي تدعم هذا الكيان بطريقه او باخرى. نعم. وبالتالي الان المطلوب المزيد من هذه الحراكات للمزيد من الضغط على صانع القرار الدولي. اليك من جديد مره اخرى استاذ سامر عوض. أكثر من 800 مسؤول أمريكي وبريطاني وأوروبي يحذرون من سياسات حكومات بلدانهم تجاه ما يجري في قطاع غزة حتى اليوم، ما الذي يعنيه هذا؟ يعني بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين أستاذ مصطفى مطر. هذا جزء من السياق الطبيعي الذي يعيش العالم الآن بعد عملية التناقض التي تحصل، وبالتالي ما تحدثت به هو جزء من السياق العام. ايضا نضف الى ذلك هناك ايضا قساوسه قاموا ايضا بتوجيه رساله الى بايدن على سبيل المثال، يتحدثون عن قضيه انه قواعدك الانتخابيه في خطر. بكل تاكيد هذه الاصوات اليوم اصبحت تؤرق الحكومات التي تدعم الاحتلال، واصبحت تتحدث بكل علانيه انه هذا السلوك الذي تمارسه هذه الحكومات هو جزء من الاشتراك العلني في قضية الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الأصوات بدأت تتعالى أستاذ مصطفى، والأصوات هذه تمثل نعم. الأصوات الناخبة أيضا داخل الدول التي تتحدث أو التي تقوم بدعم الاحتلال في هذه السياقات، بمعنى أنه الآن أصبح أمام المستوى الحاكم وصانع القرار في تلك الدول سؤال حقيقي عن جدوى هذه العمليات التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة الانتخابات في الدول كتعريف ديمقراطي لها. واليوم نشهد في مثلا في الولايات المتحده الامريكيه ولايه ميشيغان ارسلت الرسائل الى بايدن بانه غير مرحب في زيارته الى تلك المنطقه، منذ عده ايام تم مقاطعه خطابه، الرسائل التي يعني يتم ارسالها له. اليوم على سبيل المثال الجاليات الاسلاميه في الولايات المتحده الامريكيه رفضت حضور الاجتماع الذي فعله بيكن ضمن السياق العام الرافض للمجازر التي تحدث في قطاع غزه بغطاء امريكي وبضوء اخضر من الدول التي تدعم هذا الـ هذا هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه الذي اصبح يشكل حاله انسانيه تدفع كل حر الى رفضها. نعم. ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ سامر. من جديد اليك استاذ علي. باعتقادكم استاذ علي هويدي، يعني لماذا يتمسك الفلسطينيون بوكاله الأونروا بهذا الشكل؟ هل ترى أن مخاوفهم حال إغلاق هذه المنظمة وحال تعليق دعمها هل هي يعني مثلا مخاوف منطقية؟ يعني وكالة الأونروا معرضة للاستهداف المنهجي من قبل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني منذ عقود، ولكن لا بد من الاعتراف بأن هذه المرحلة هي المرحلة الأخطر والأشد حساسية ودقة في استهداف هذه الوكالة. طبعا نحن نتمسك بوكالة الأونروا لما لها من بعد سياسي مرتبط بقضية اللاجئين والحق وحق العودة، وبالتالي هي تعبر أيضا عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، فبالتالي هناك بعد إنساني وهناك بعد سياسي. هذه مسألة. المسألة الأخرى، الآن في حال تم استمرار تعليق مساهمات الدول لميزانية وكالة الأونروا، هذا يعني بأنه سيكون هناك كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى. طبعا عدونا الصهيوني عندما يستهدف هذه الوكالة يعلم بأن الفقرة الخامسة والفقرة العشرين وحتى مقدمة قرار إنشاء وكالة الأونروا رقم 302 لتاريخ 8/12/49 يتحدث بأن عمل وكالة الأونروا يجب ألا يخل بتطبيق الفقرة 11 من القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. ولكن ما الذي يجري في حال استمرار تعليق هذه المساهمات المالية التي تمثل ما يقارب من 80% من ميزانية وكالة الأونروا، يعني في العام 2000 وتحديدا 874 مليون دولار. يعني في العام 2023 ساهمت هذه الدول التي أوقفت مساهمتها أو علقت مساهمتها بهذا المبلغ، 18 دولة زائد الاتحاد الأوروبي الذين أوقفوا
هذه او علقوا هذه المساهمات. الذي سيجري الان عندنا 715 مدرسه ستتوقف عن العمل بين ابتدائي وبين متوسط وبين ثانوي. طبعا الان انا اتحدث عن عمل وكاله الأونروا في مناطقها الخمسه، في لبنان وفي الاردن وفي سوريا وفي الضفه الغربيه وقطاع غزه. وهذا طبعا العقاب الجماعي التي استخدمت هذه الدول بتعليق مساهماتها لا يشمل فقط اللاجئين الفلسطينيين والنازحين في قطاع غزة، هذا يشمل 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة. أضف إلى ذلك أيضا بأن هذه المدارس التي ستتوقف عن العمل تستضيف بشكل سنوي ما يقارب من 550 ألف طالب. هذا التعليق أيضا سيكون سبب بإقفال 140 مركز صحي تعمل فيها وكالة الأونروا في 58 مخيم، حتى سيكون هناك تهديد لكثير من المرضى المحتاجين لدخول المستشفيات، وبالتالي هناك بالفعل كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ علي من جديد. لك أستاذ سامر، يعني مع الانسحابات التي يقوم بها الاحتلال في العديد من مناطق شمال غزة، يعود الحديث عن المنطقة العازلة أمام الوقائع السياسية والعسكرية الراهنة، هل هناك فرص بالفعل أمامه؟ يعني بداية في الحقيقة هذا السيناريو الذي يعني حاول الاحتلال فرضه في عام 2014 في قضية احتلال بعض مناطق من قطاع غزة. والحقيقة هذا المشروع تم رفضه أمريكيا يعني في بداية هذا العدوان، لكن الاحتلال واضح بأنه الآن ينفذ السياسة التي يريدها في قضية إيجاد هذه وخلق هذه المنطقة العاجلة ضمن خلق واقع جغرافي جديد للخريطة السكانية والعمرانية في قطاع غزة. وإذا ما فقط يعني شاهدنا ما تم نشره اليوم من صور للأقمار الصناعية، فإننا نجد بأنه كل التصريحات التي طرحها المسؤولون الإسرائيليون سواء إيلي كوهين، أبي دختر، جالانت، نتنياهو، كل هذه التصريحات كانت تؤكد بأن مساحة أراضي قطاع غزة ستنخفض، يجب إيجاد هامش من الأمان حول قطاع غزة، لن يتمكن أحد من الاقتراب. واليوم نجد بأن هناك منطقة عازلة قرابة 500 إلى 600 متر على طول السياسة الحدودي لقطاع غزة من المنطقة الشرقية والشمالية. قد قام الاحتلال بخلق هذا الواقع من أجل تحت ذريعة طبعا من أجل توفير الأجواء لإعادة سكان جنوب الأراضي المحتلة. وبذلك يكون الاحتلال قد قام بهدم وتدمير أكثر من 40% من الحياة السكانية والعمرانية في تلك المنطقة فقط من أجل خلق هذا السياج الأمني الذي يريده حتى يتم إبعاد المقاومة عن السياج الحدودي هذه المسافة كما يريد الاحتلال في هذا المخطط. بمعنى أن الاحتلال الآن يقوم الآن بعملية احتلال جديدة إلى أراضي قطاع غزة من جديد بنسبة متفاوتة في بعض المناطق على الشريط الحدودي والسياج الحدودي المحايد. بمعنى الآن الاحتلال يلتف على قضية عدم احتلال قطاع غزة التي رفضت دوليا ورفضت أيضا من الدول التي تدعم الاحتلال كالولايات المتحدة الأمريكية باحتلال الجزء يعني الشريط الحدودي بمسافة 500 متر على طول هذا السياج الحدودي ليتقلص مساحة القطاع من هذه المساحة التي تم قضمها. الاحتلال تكبد الخسائر وبالتالي يريد أن يفرض هذا الواقع الجديد حتى يوفر نفسه الأجواء الآمنة لإعادة السكان الذين أصبحوا أزمة داخلية ومالية واقتصادية بوجودهم في المناطق على حساب الدولة وعدم عيشهم في الأمان الذي فقد. وعلى صعيد آخر هو الآن يحاول إبعاد المقاومة إلى منطقة أبعد من الوصول إلى منطقة السياج الحدود وبالتالي يوفر مساحة من الأمان لنفسه حتى لا يتكرر 7 أكتوبر كما صرح قادة الاحتلال. لكن حقيقة الأمر أن الاحتلال دمر تلك المناطق، ونتحدث على ما يقارب 1000 منزل تم هدمه وأكثر من 1000 منزل طبعا تم هدمه على ذلك الشريط الذي يتم خلقه وإيجاده كواقع حالي الآن يفرض الاحتلال من أجل فقط إيجاد هذه المنطقة العازلة التي يتذرع ب7 أكتوبر من أجل احتلالها مرة أخرى. نعم أستاذ علي، منظمة اليونيسف صرحت أن هناك ما يزيد عن 17,000 طفل يعيشون بعيدا عن عائلاتهم وذويهم وجرى فصلهم عن ذويهم. السؤال هنا، لماذا لا تطلع مثل هذه المنظمات الدولية
بدورها في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهل غزة؟ لماذا لا تقوم بدور يتجاوز مثلا التصريحات ويتجاوز جهدها التقليدي؟ وهذا الذي تحدثنا عنه في بداية العدوان على قطاع غزة، بأن تأخذ المنظمات الدولية دورها، لأنه لها بالفعل يعني مكانة على مستوى المجتمع الدولي وعلى مستوى أيضا يعني صناع القرار. وأنا نتحدث فقط عن اليونيسف وعن منظمة الصحة العالمية وعن وكالة الأونروا وعن الصليب الأحمر الدولي وعن أطباء بلا حدود وغيرهم من المنظمات الدولية الفاعلة والعاملة في قطاع غزة. كان يفترض من البداية أن يتم رفع الصوت عليهم وأن يكون هناك بالفعل وسائل ضغط على يعني على صانع القرار في الأمم المتحدة لكي يكون هناك دور فاعل لهذه المؤسسات في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من احتياجات الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. ولكن للأسف الشديد هذا لم يحصل، لا بل أكثر من ذلك. يعني احنا نعلم أن العدو الصهيوني يعني لا يحترم لا منظمة دولية ولا يحترم معاهدات ولا قرارات، قصف مراكز هذه المؤسسات الدولية حتى أنه استهدف النازحين الآمنين في مدارس وكالة الأونروا الذين اتخذوا يعني مكان آمن أو اعتقدوا بأن هذا المكان سيكون آمن على اعتبار أنه يعني يرفع عليه العلم الأزرق علم الأمم المتحدة، ولكن تم استهداف المدارس على مستوى يعني بنية تحتية تربوية لوكالة الأونروا، وأيضا تم قتل العديد من الفلسطينيين داخل هذه المراكز أو المنشآت التي تستضيف النازحين. لا بل أكثر من ذلك، تم استشهاد 152 موظف عامل في وكالة الأونروا وهي المنظمة الأممية. وبالتالي نعم هناك تقصير كبير من هذه المنظمات الدولية في حراكها على مستوى الضغط لإدخال المساعدات يعني على كل أنواعها لقطاع غزة منذ أن بدأ العدوان الصهيوني على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر. من جديد أعود إليك أستاذ سامر، ماذا عن فرص نجاح صفقة إيقاف إطلاق النار في غزة وسط هذا الانقسام في مجلس الحرب الصهيوني؟ يعني هذه معضلة كبيرة أستاذ مصطفى، بمعنى يعني الإشكال الحقيقي هو الإشكال الذي يلاحظ ويتم متابعته ومشاهدته في التصريحات داخل مجلس الحرب أولا وداخل الائتلاف والقادة السياسي المشهد السياسي الإسرائيلي. بمعنى إذا ما أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع فإننا يمكن أن نتناسى بأن نقطة الضعف التي يواجهها أي صفقة داخل الاحتلال في الأيام القادمة هي يعني الحاجة إلى وجود قائد بمستوى القادة السابقين الذين استطاعوا أن يوقعوا على مثل هذه الصفقات. وبالتالي شخصية نتنياهو التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي والقادة السياسيين بأنها جبانة أضاف إلى ذلك ضعف آخر وجوده ضمن ائتلاف متطرف يمين يسيطر على قرارات ويدعم إلى اتخاذ قرارات لا يريدها. على سبيل المثال كثير من الأوقات ومن القرارات سقطت نتاج تهديدات بن غفير وسموتريتش بحل الائتلاف، لكن الجديد اليوم أخي مصطفى بأنه التوجه الذي الآن بدأ يتحرك فيه لبيد كزعيم من زعماء المعارضة في المشهد السياسي الإسرائيلي كان لافتا، بمعنى يائير لبيد أدرك الآن بأنه بدلا من أن يترك نتنياهو في حضن اليمين المتطرف فليأخذ بيده إلى حضنه، وبالتالي أعلن يائير لبيد بأنه سيدعم وسيوفر الأجواء لاستمرار الحكومة في حال اتخاذ نتنياهو لمثل هذا القرار موافقة على الصفقة. طبعا عودة إلى سؤالك، يعني سموتريتش وبن غفير يعتبرون الصفقة برمتها انهزاما آخر واستجابة لمطالب المقاومة، وهذا حقيقي، لكن المطالبات اليوم نتاجا للضغط الذي يعيش الشارع الإسرائيلي داخل المجتمع الاحتلال يؤكد بأنه أصبحت الصفقة يعني واجب الوقت وضرورة من ضرورات أن يتم تحقيق أي إنجاز سياسي في هذا المشهد، وهذا سيدفع بنهاية المجال إلى الاتفاق على الصفقة. بمعنى الآن أصبحت الصفقة مطلبا أمريكيا أولا نتاج الانتخابات والرأي العام الذي يضغط على الدول الداعمة، أصبحت مطلبا رئيسيا وحالة واجب للوقت داخل المشهد الاحتلال لأنه لم يحقق أي أهداف، وأصبح الضغط عائلات المحتجزين تشكل أرقا لنتنياهو، وبالتالي يريد أن يسجل نوع من التحقيق والإنجازات لاستعادة الأسرى المحتجزين.
وهي الآن في ذات السياق تبقى ضمن قاعدة كيفية تخفيض السقف حتى لا يظهر لا تظهر المقاومة بالمظهر المنتصر مرة أخرى بعد 7 أكتوبر، وهذا ما يشغل نتنياهو والرأي العام الإسرائيلي الآن وقادة المشهد السياسي. لكن بكل تأكيد على جميع التصريحات اللي خرجت سواء من الوسطاء في هذه الصفقة أو من طرف المقاومة الفلسطينية تؤكد بأن في نهاية الأمر سيخضع نتنياهو، لأن القرار لم يعد قرار بن جابير وسموتريتش، وإذا ما أراد أن يقامر بن جابير في قضية حل الائتلاف فإن لبيد يؤكد بأنه سيوفر الثقة لنتنياهو، وبالتالي نتنياهو إذا ما خاف من الذهاب إلى السجن والمحاسبة على 7 أكتوبر وأراد أن يكمل المشهد بالانتقام من 7 أكتوبر من المقاومة ومن الشعب الفلسطيني، فإن يائير لبيد أصبح يعطي هذا المجال، وبالتالي الأمور ستتخذ منحى بالتوافق في الأيام القادمة وقد نشهد اتفاق قريب. نعم، ابقى معنا أستاذ سامر. من جديد إليك أستاذ علي، ما هي وجهة نظركم بفكرة حشد الرأي العام العالمي لتأكيد وجود خطة للاحتلال بإنهاء أي وكالة أو منظمة تدعم حقوق الفلسطينيين بالبقاء والعيش؟ ما أهمية ما قامت به بلجيكا على سبيل المثال، حيث أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية لديها بعد غارات دمرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة كما تعلم؟ يعني أنا أعتقد يعني لا يحق لأي كان التدخل أو أن يعبث بالمنظمات الدولية خاصة التي تأسست وفق قرارات أممية. يعني الآن يجري الحديث على سبيل المثال، لأنه إذا عدنا لخطة وزارة خارجية الاحتلال في 30 ديسمبر تحدث بأن هناك خطة من 3 بنود، في ذلك الوقت تم الحديث عنها بأنها سرية، ولكن الآن بدأ الحديث عنها بشكل علني. سموتريتش تحدث عنها، وتحدث عنها أيضا وزير خارجية دولة الاحتلال بأن هذه الخطة من 3 بنود. البند الأول يتحدث عن محاولة شيطنة وكالة الأونروا في قطاع غزة من خلال الادعاءات بأن هذه الوكالة يتجر التنسيق مع بينها وبين حركة حماس، وبأن هذه الوكالة تسهل حفر الأنفاق تحت المدارس، وبأن المبالغ التي تدفع لوكالة الأونروا تدفع لحركة حماس. وفي هذا السياق طبعا يعني بالإضافة إلى مؤشر واضح كان لعملية الشيطنة، تم الحديث عن أن يعني احد معلمي الأونروا كان يحتجز احد الرهائن الاسرائيليين في عليه منزله وامضى هناك 43 يوم، بعد يعني تبين بان هذا الكلام عاري عن الصحه ولم يكن يعني دقيق على الاطلاق. البند الثاني من الخطه بان يتم العمل على انهاء وكاله الأونروا، والبند الثالث البحث عن هيئه محايدة يعني هي التي تتولى توزيع أو تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين في قطاع غزة. طبعا هذا طبعا مرفوض جملة وتفصيلا، على اعتبار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المعنية الوحيدة بتعديل أو تغيير ولاية عمل الأونروا. وطبعا هذا نحن نفهم بأن هذه الخطة هي إذا كان مقدمة لإنهاء عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة سينساق هذا الوضع على عمل الوكالة أيضا في بقية الأقاليم. يسعى الكيان الصهيوني بكل ما أوتي من قوة أن يثبت شرعية وجوده في الأمم المتحدة، وشرعية وجوده في الأمم المتحدة من خلال شطب القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. نحن نعلم بأن شرعية هذا الكيان مستمد من تطبيق قرارين، القرار الأول القرار 181 لتاريخ 29/11 عام 47، هو قرار تقسيم فلسطين والذي أعطى الفلسطينيين دولة على ما يقارب 45% من أرض فلسطين، وتطبيق القرار الثاني هو القرار 194 لتاريخ 11/12/1948. بالنسبة للقرار الأول لم يعد أحد يأتي على ذكره، على اعتبار كان تم توقيع اتفاق أوسلو في العام 93 وأصبح في الأمر الواقع للأسف بعد التخلي عن 78% من أرض فلسطين. بقي العمل على شطب القرار الثاني، ولكن الطريق لإنهاء أو لشطب هذا القرار الثاني هذا يعني يكون من خلال استهداف وكالة الأونروا وشطب مسمى لاجئ، حتى لا يكون هناك في المستقبل للحديث عن أن لا يزال هناك لاجئين. إذن لم يعد هناك من قرار يفترض أن يكون في الجمعية العامة لكون مقدمة لشطب هذا القرار، وبالتالي تثبيت شرعية هذا الكيان الصهيوني. وبالتالي الآن عندما يسعى هذا الكيان ومن خلال
هذه الذريعه، من خلال هذه الذريعه التي تحدث عنها، من خلال اتهام مجموعه من موظفي وكاله الأونروا بانها يعني قد شاركت في عمليه 7 اكتوبر، للاسف تبين بان 8 من هؤلاء الذين يتحدثون عنهم، طبعا 2 منهم قد من 12 قد توفوا، وبالاضافه الى يجري التحقق من هويه الباقين. يعني يعني عمليه الاشتراك او المشاركه في 7 اكتوبر تبين بانها لا تتعدى التعبيرات على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني مثلا احد الموظفين وضع صوره ابو عبيده على حسابه على مراكز التواصل الاجتماعي، اخر اشاد بعمليه 7 اكتوبر، احدى المعلمات التي استشهد جميع افراد عائلتها اشادت بالمقاومه واشادت ب 7 اكتوبر ودعت للمقاومه بالنصر، هذه هي الاتهامات التي يجري الحديث عنها. وبالمناسبه ايضا يعني حتى هذه اللحظه لم يبدا التحقيق حتى مع هؤلاء الموظفين، لذلك خطا كبير جدا ارتكبه المفوض العام بفصل هذه المجموعه من الموظفين، والخطا الاكبر ايضا بان يتم تعليق مساهمات هذه الدول 18 دوله زائد الاتحاد الاوروبي بسبب مزاعم وبسبب اتهامات لم تثبت صحتها حتى هذه اللحظه. أرجو أن تتفضلا بالبقاء معنا الأستاذ علي هويدي والأستاذ سامر عوض، نتابع هذه المادة ومن ثم نواصل. تواصلون وإياكم هذه التغطية مشاهدينا الكرام بعد نحو 120 يوما على الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة، ترسانة عسكرية متطورة تحشد من أجل منطقة لا تتجاوز 360 كيلومترا مربعا، مشاريع لإقامة منطقة عازلة وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية فوق هدم المنازل على رؤوس سكانها وفوق هدم الكثير من المباني بشكل كامل وآلاف المساجد والكثير من المراكز الأخرى. هذه الحرب التي جاءت على الحجر والشجر والبشر على حد سواء ولا تزال متواصلة ولم تتوقف. أعود إليك من جديد أستاذ سامر عوض، يعني إتمار بن غفير يقول إنه لن يسمح بوضع تنتصر فيه حماس أو صفقة يكون مضمونها انتصار حماس، هل يستطيع الاحتلال تقديم صورة مختلفة اليوم في ظل هذه الصفقة المتحدث عنها؟ يعني على القواعد العسكريه بان القوي ينهزم اذا لم يحقق اهدافه، وبالتالي دوله الاحتلال سواء ببن جرير او سموتريتش او نتنياهو لم تستطع على مدار 4 شهور من العدوان ومن التوغل البري من تحقيق اي من الاهداف، وبالتالي فشلت مره اخرى وهزمت مره اخرى. لكن
تبقى المعضله الان بان هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه متمثله ببن جفير وسموتريتش التي لا تؤمن بوجود الشعب الفلسطيني لن تقبل باي شيء يجعل من الشعب الفلسطيني بطلا مره اخرى، وبالتالي اذا ما قبل نتنياهو بهذه الصفقه فان ايضا بن جفير وسموتريتش يعتبر بانه اعطى القوه لحماس مره اخرى في نصر بعد 7 اكتوبر. ولذلك كان واضح حتى ليس فقط بن جفير، يعني بن جفير قال لن نسمح بوضع تنتصر في حماس ولن نريد صفقة مضمونة انتصار حماس. سموتريتش قال أخطر من ذلك، قال يعني أنا الآن أتخيل السنوار يجلس في ملجأ المحصن ويشاهدكم وأنتم تتحدثون بهذه الطريقة، بمعنى الآن إطلاق السراح ومهما كان يستمر وقت الحرب يجعل الجيش يخفض على قوته. يعني كل الحديث اللي كان يتحدث فيه سموتريتش يؤكد أنه إذا ما وقع نتنياهو فإنه يعطي النصر لحماس، لكن حقيقة الأمر أن العوامل الكثيرة التي تحدثنا فيها أستاذ مصطفى تؤكد أنه لا خيار لمجلس الحرب اليوم إلا بين تيارين، التيار الأول المتمثل ببن جفير وسموتريتش، والتيار الثاني الذي الآن بدأ أقوى بعد تدخل يائير لافين بقضية توفير الغطاء لنتنياهو وحمايته إذا ما أراد أن يقوم بن جفير بحل الائتلاف، وأيضا المجلس العسكري الذي أصبح على قناعة بأنه لا يمكن استعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة إلا عبر صفقة. وبالتالي المزيد من الضربات العسكرية التي تحدث عنها نتنياهو منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة لم تحقق أي من الأهداف، وبالتالي يعتبر الصفقة الآن بمثابة قصر لنتنياهو لأنه حقق أحد الأهداف هذا أولا. على الصعيد الآخر وقف اطلاق النار هو شرط من شروط المقاومه، وبالتالي لا يمكن الحديث باي من بنود الصفقه القادمه دون ان يكون هناك وقف لاطلاق النار كما تحدثت قاده الفصائل سواء ممثله باسامه حمدان او اسماعيل هنيه او قيادات الجهاد الاسلامي، بمعنى انه الان حتى الوسطاء يعني تحدثوا عن قضيه انه الخارطه التي تم الاتفاق عليها في باريس هي خارطه مقبوله نوعا ما بين الطرفين، ويتم الان انتظار الرد من قبل الفصائل. وعندما قال نتنياهو بانه لن يعطي شيئا رد عليه بلينكن بانه هذه تصريحات نتنياهو تمثل ولكن هناك امور اخرى يجب الحديث عنها، وبالتالي زياره بلينكن ايضا ستحدث المشهد في قضيه الصفقه في الايام القادمه. بن جفير لن يستطيع تغيير المشهد لانه الان اصبح امام في مقابله يوجد يائير لافيد، وبالتالي اذا ما هدد بقضيه حل الائتلاف فان الحكومه التاليه سيحملها يائير لافيد سواء بالتعاون مع نتنياهو او بانتخابات مبكره، وبالتالي الان سقطت وسط السود عن بن جفير بقضيه ان يبقى المتحكم الامر الناهي في نتنياهو، واصبح الان نتنياهو يمثل نفسه امام المجتمع الاسرائيلي الداخلي على انه يقوم بصفقه صعبه كما وصفها، لكن هي الخيار الوحيد من اجل استعاده الاسرى المحتجزين لدى المقاومه. نعم. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ سامر عوض، سأعود إليك بعد قليل. الآن من جديد إليك أستاذ علي، يعني أكثر من 100,000 في قطاع غزة ما بين شهيد وفقيد وجريح وربما يزيد، وفوق هذا مشروع المنطقة العازلة، هل ترى بالفعل أن المنطقة العازلة أستاذ علي تشكل خطرا على وجود الفلسطينيين في غزة؟ ما وجهة النظر اليوم في توقعات اليوم التالي ما بعد الحرب حال طبقت هذه الخطة وفعلا أقيمت منطقة عازلة؟ يعني في البداية أنا أعتقد جازما بأن هذه الخطة لن تطبق ولن تقبل بها المقاومة، لأنه هذا لأن هذا يمهد أيضا للمزيد من التضييق على شعبنا الفلسطيني، الآلاف من المنازل التي تم هدمها وجميع السكان الذين كانوا يقيمون في تلك المنازل، يعني ما هو مصيرهم؟ لذلك أنا أعتقد بأن هناك رؤية صهيونية يتم العمل عليها وهو المزيد من التضييق على شعبنا الفلسطيني لإجباره على مغادرة قطاع غزة يعني إلى دول أخرى، تكريس للمشروع الصهيوني المعروف الذي يعني يقوم على سرقة الأرض وطرد الشعب الفلسطيني واستجلاب ملايين اليهود من مختلف دول العالم لكي يقيموا في منازلنا وينعموا بخيراتنا. حتى نحن نتابع كيف أن الكثير
من سياسيي وقادة الاحتلال وهم يتحدثون حتى عن نيتهم يعني بناء مستوطنات حتى في داخل قطاع غزة، وفي هذا تكريس نعم. لهذه المنهجية. ولكن دعني أشير على حول المنطقة العازلة، نحن لابد أن يعني تفضل نؤكد بأن مساحة غزة بعد توقيع اتفاق الهدنة في سنة 48 وتحديدا في نوفمبر 48 هي 555 كيلومتر مربع وليس 365 كيلومتر مربع، ولكن العدو الصهيوني يعني بممارساته وباحتياله، وفي ذلك الوقت في سنة 1950 جرى اقتطاع 200 كيلومتر مربع. إذا هذه المساحة التي تم اقتطاعها من قطاع غزة هي الآن ما تسمى بغلاف قطاع غزة والتي يقيم عليها مستوطنات صهيونية. لذلك المساحة الأساسية لقطاع غزة حسب خط الهدنة هي 555 كيلومتر مربع. ولذلك أنا أقول بأنه حتى من الممكن أن تضع المقاومة أيضا شروطها باستعادة حتى هذه المساحة كونها حق لشعبنا الفلسطيني. نحن نعتبر بأن فلسطين بالنسبة إلينا يعني فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، ولكن وفقا بين مزدوجين القوانين التي وضعت يفترض أن يتم استعادة أيضا ال 200 كيلو متر مربع، لا أن يجري الحديث عن ما يسمى بمنطقة عازلة لمحاولة جلب الأمن للمستوطنين في يعني في غلاف قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا تحدي كبير جدا في المدى المنظور، وأنا أعتقد هو محل اهتمام ومتابعة من قادة المقاومة يعني باعتبار أهمية هذا يعني هذه المسألة على المدى الاستراتيجي الطويل، لأن اقتطاع الآن هذه المساحة سواء 500 متر أو حتى متر واحد، لا نريد أن نكرس هذا الاعتقاد لدى الكيان الصهيوني حتى لا يخرج أيضا يعني كخطوة من خطوات الانتصار بالنسبة إليه. أنا أعتقد أن هذا الكيان الصهيوني قد هزم عندما في سنة نعم نعم لكن أستاذ علي حال طبق الاحتلال نعم أستاذ علي لكن حال طبق الاحتلال يعني يوميا يسرق المزيد من الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية وكذلك التضييق على أهالي فلسطينية الداخل، وها هو يواصل الحرب في غزة وهي مستمرة. لكن يعني ماذا لو نجح الاحتلال بتطبيق فكرة المنطقة العازلة؟ لن ينجح، هذا قولا واحدا. المقاومة ستكون له بالمرصاد سواء كانت هذه المنطقة التي يعني يجري الحديث عنها أو حتى يعني ممارساته بشكل يومي كاستهداف للحجر والبشر لتكريس هذا الواقع. أنا أعتقد الآن لاحظنا كيف أن صواريخ المقاومة تنطلق من شمال قطاع غزة بعد أن تم احتلال الكثير من تلك الأراضي، والمقاومة صامدة. وأنا أقولها بكل صراحة، الذي يحدد مسار السياسي نعم. المستقبل هو مدى صمود المقاومة. نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ علي، وضحت هذه الفكرة. سنواصل الحديث فيما بقي من وقت، ولكن لابد الآن أن نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد، أعود إليك أستاذ سامر عوض. يعني في ذات الوقت الذي يكثر الحديث به عن يعني حرص الولايات المتحدة وبعض الدول على ألا تطال هجمات الطيران الصهيوني المدنيين، لكن ما يحصل على الأرض يثبت عكس ذلك، وربما توسعت عمليات الاستهداف على طول قطاع غزة شمالا وجنوبا. إلى أي مدى ترى أستاذ سامر أن الاحتلال يتقصد هذا التدمير؟ ما حقيقة تحويل مناطق بغزة إلى ساحة يجرب فيها الاحتلال مختلف أنواع أسلحته؟ يعني سؤالك جميل في قضية وقف المشهد من عدة زوايا أستاذ مصطفى. أولا تفضل. الاحتلال يمارس سياسة ما يسمى بتنجرة الضغط، وبالتالي هو يستهدف الظهر الحامي للمقاومة والحاضنة الشعبية للمقاومة المتمثلة بأهالي قطاع غزة، وبالتالي ما يقوم به الاحتلال هو عملية تدمير منهجي وبسياسة ممنهجة للبنية التحتية ولكل ما
ما هو ما من شأنه أن يوفر الحياة الهانئة أو العيش الكريم داخل قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب، وبالتالي ويؤكد بأنه مزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني حتى وإن انتهت الحرب لن ينعم الشعب الفلسطيني بعودة طبيعية إلى الحياة التي كان يعيشها من قبل بفعل هذا التدمير. هذا أولا. ثانيا، على صعيد السؤال في قضية هل أصبحت غزة ساحة تجريب للسلاح، بكل تأكيد أستاذ مصطفى، بورصة تل أبيب التي انخفضت بنسبة 9% بعد 7 أكتوبر عادت وانتعشت في هذه الأيام مع نهاية العام على قضية تجارة الأسلحة، يعني بمعنى تجار الحروب أو الاحتلال الآن يمارس العدوان والقتل ليس فقط في هذا الجانب، إنما هو يتاجر بدماء أهالي قطاع غزة الذين يقوم بذبحهم صباح مساء بفعل هذه الأسلحة. نعم. على سبيل المثال كما تحدث اللي هو البنك المركزي، تحدث البنك المركزي عن قضية أنه شركات السلاح التي تصنع البنادق الهجومية التي يستخدمها جيش الاحتلال في قطاع غزة سجلت أرباحا قياسية منذ عام 1948 حتى هذا اليوم. أيضا ما تحدث به بعض المواقع الإسرائيلية الاقتصادية تحدثت عن قضية استخدام أسلحة وخوارزمية جديدة في قطاع غزة، صواريخ هوليت ويزيد المحمل على الكتف، تحويل القنابل الغبية إلى قنابل ذكية، مدفع رشاش نقب 7، مركبة إيتان، هذه جيب ديري، منظار دمشق، كل هذه الأسلحة الآن قام الاحتلال بترويجها على أنها بين قوسين باللغة الإنجليزية اكسبيرينس، أي تم استخدامها وتم تجريبها. ليس ذلك فقط، أيضا الشركات الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بتوريد أسلحة بمبلغ لا يقل عن 400 مليون دولار في الآونة الأخيرة للاحتلال، أيضا تم تجريب هذه الأسلحة ضمن سوق الحرب العالمية التي مارس بها الاحتلال تجريبه على حساب الشعب الفلسطيني وقتل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك إذا ما تابعنا وعودنا إلى قليل إلى عام 2014 أستاذ مصطفى، ما يحدث الآن من مقاطعة من قبل النشطاء لشركة إلبس التي تتواجد في بريطانيا هو من ضمن هذا السياق، لأنها استخدمت أحد الصواريخ التي قام الاحتلال باستخدامها وقتل المنازل في قطاع غزة وقتل عليها تم تجريبها، بمعنى أن الاحتلال بكل تأكيد يقوم الآن باستخدام قطاع غزة كساحة لتجريب أسلحته من أجل ترويجها وبيعها إلى العالم على حساب الدم الفلسطيني. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول الأستاذ سامر عوض. إليك أعود بالسؤال الأخير أيضا أستاذ علي هويدي، يعني في ظل ما يجري من تضييق على منظمة أونروا، هل ترى بالفعل أن الاحتلال يأبه لقرارات محكمة العدل الدولية؟ وكيف تتخيل الشكل الذي ستكون عليه جلسة المحكمة المقبلة؟ تفضل أستاذ علي. يعني أنا أعتقد واحدة من الأسباب الجوهرية التي دفعت هذه الدول التي أوقفت مساهماتها المالية لوكالة الأونروا هو ما استخدمته محكمة العدل الدولية من إثباتات على ممارسات العدو الصهيوني يعني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية. يعني المرجع لهذه المعلومات كان التقارير الصادرة عن وكالة الأونروا، ولهذا واحدة من القضايا التي تمارسها هذه الدول هي محاولة انتقام من هذه يعني من هذه المنظمة الأممية. أنا أعتقد بأننا الآن خطونا خطوة استراتيجية في معركة النقاط مع هذا العدو الصهيوني، وأنا أتحدث عن الذي جرى في محكمة العدل الدولية. نعم، أعطيت شهر هذه المحكمة لكي تصدر قرارها النهائي، ولكن يكفي أننا شاهدنا وللمرة الأولى بعد 75 سنة من تأسيس هذا الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين قد وجدناه في قفص الاتهام، وبأن الرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية قد وصلت إلى كل منزل على مستوى المعمورة، لأن المرافعة التي قدمتها المحامية عديل أنا أعتقد بأن الكل تابعها، ربما لم يتابعها يعني إلا لأن الكيان الصهيوني هو المستهدف، ولكن الآن
المعلومة وصلت إلى هذه المنازل ولا هذه الشعوب، وبالتالي الآن لا يمكن التغافل. يعني لم يعد الحديث عن أن مجرمي الحرب الصهاينة هم فوق المساءلة أو أنهم ممكن أن يفلتوا من العقاب في المستقبل، ومن الممكن أن محكمة العدل الدولية أن تكون مقدمة أيضا لكي ترفع هذه القضية إلى محكمة الجنايات الدولية. الشاهد في القصة الآن بأن الكيان الصهيوني قد هزم بمعركة النقاط في هذه الجزئية على المستوى القانوني، وبأن هناك في المستقبل من الممكن أن يتم التوصل إلى قرارات تلزم هذا الكيان الصهيوني واتخاذ إجراءات عقابية بحقه نتيجة أعمال الإبادة الجماعية، لأن هناك إجماع على مستوى الشعوب وعلى مستوى كثير من الأنظمة الرسمية سواء على مستوى أوروبية وغير أوروبية بأن يعني هذا الكيان الصهيوني يمارس سياسة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، والشواهد قائمة. وطبعا شكرا لدولة جنوب أفريقيا على هذه المبادرة، ونحن نأمل في المستقبل بأن يكون هناك دول أخرى أن تحذو حذو هذه الدولة سواء على مستوى دول عربية أو دول غير عربية في سياق الضغط لتحصيل حقوقنا المشروعة من المنظمة الأوروبية للأمم المتحدة. الأستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه التغطية التي تأتيكم يوميا من خلال شاشة قناة الرافدين الفضائية. دائما وأبدا ظلوا في عناية الله، إلى اللقاء.